تجربة ترحال للحواس في الشرق ينقلها لنا معهد العالم العربي في باريس في معرض عطور الشرق، حيث يدخل الزوار في قلب إحدى حضارات العطور من حقبة العصور القديمة إلى يومنا هذا، في فضاء يمتد على ما يزيد عن 1000 متر مربع يعرض ما يقارب 200 عمل تراثي ومعاصر. لا يوجد في أي مكان آخر في العالم مثل هذا الحضور من العطور وبهذا التنوع الذي يغمر الحياة وفن العيش مع شعوب العالم العربي، سواء في الحياة الخاصة أو الدينية أو الحياة اليومية. ثقافة العطور القادمة من سلطنة عمان بدت حاضرة في المعرض، حيث نجد هنا عرضا لصور تترجم هذا التراث العريق من سلطنة عمان، كما يحضر اللبان والبخور والعنبر والتوابل التي تميزت بها المنطقة. لقد استشعرت الروائح الشرقية بامتياز في سلطنة عمان، لديهم البخور، لديهم الزيوت والعطور التي يتم تصنيعها هناك، هي ثقافتهم. بالنسبة لهم الرائحة الطيبة للناس هي مرادفة كونهم معطرون، وهذا موجود في ثقافتهم. هي منذ القدم لها أهمية خاصة، لأنه كان يستخدمون السلوك زهرة الياسمين في استقبال الناس من خارج، استقبال الرؤساء، استقبال يعني ذو المناصب العليا، وكمان برضو في الزواجات. صانع العطور كريستوفر شيلدراك يقدم للزوار مجموعة من روائع العطور التي ابتكرها خصيصا لهذا المعرض، عطور مزجت بين عبق الشرق والغرب. ويصاحب المعرض برنامج ثقافي متنوع من حفلات موسيقية وندوات وورش عمل وعروض سينمائية ولقاءات أدبية. لعطور الشرق بصمة لا تزال حية في كل مكان في العالم باعتبارها ثقافة قديمة ومتجذرة، وهي ثقافة تسخر بها سلطنة عمان مهد البخور والعطور. فاطمة بالعيد، تلفزيون سلطنة عمان، باريس.